يا مساء الصحة والجمال، يا مساء الخير والدلال عليكم أعزائي المشاهدين في برنامج ابدأ بنفسك، اللي طبعا لازم نرحب بيكم فيه كلكم. وقبل ما نبدأ في أي حاجة لازم أرحب بزميلتي فاطمة الشورى. ازيك يا فاطمة؟ ازيك يا كريم؟ طبعا زي ما عودناكم دايما إن فقراتنا جديدة ومختلفة، زي ما بنجيب مواهب تعرض نفسها للجمهور، زي ما بنتكلم في الصحة، زي ما بنقول الجمال، زي ما بنقول الرياضة، فكان لازم دايما نكون متنوعين ومختلفين. علشان كده احنا النهاردة حبينا نتخصص في جانب مهم جدا، ألا وهو الصحة. بنشق إلى شقين. الشق الأولاني اللي هو الجسم السليم، وازاي يبقى جسمك سليم طبعا، فلذلك دي هتتلخص بين قوسين تحت مسمى كلمة الرياضة، ان احنا لازم كلنا نمارس رياضة علشان يكون جسمنا سليم وخالي من الأمراض. طيب ده جزء. الجزء التاني بقى اللي هو لو احنا اصلا ناس متخصصة في الرياضة وعندنا حلم معين وحابين نقدمه. فعلشان كده طبعا بما اننا بنتكلم في حاجة او مجال كبير زي المجال الرياضي، كان لازم النهاردة يكون معانا متخصصين، وزي ما عودناكم بنختار الشقين اللي هو المسؤول واللي هو بيمارس الرياضة نفسها. طبعا انا التفاصيل دي كلها نبدأ بيها مع فاطمة. النهاردة بقى معانا كابتن رائد بشير، صاحب شركة وأكاديمية ليفربول إيجيبت، ولاعب الزمالك سابقا ومنتخب مصر والترسانة. أهلا بحضرتك، شرفتنا ونورتنا. أهلا بيكي وأهلا بالسادة المشاهدين. عايزين نعرف عن حضرتك أكتر، عن شركة وأكاديمية ليفربول إيجيبت. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بالنسبة لليفربول إيجيبت، هي شركة تسويق لاعبين وأكاديمية تأسيس وتعليم أساسيات كرة القدم، وفي نفس الوقت هي ترعى مجموعة من الأندية العربية والأندية المصرية. إحنا عندنا بنعلم أساسيات كرة القدم، ده أولا. ثانيا بنقدر ناخد اللعيب من أول مرحلة، نعلمه أساسيات اللعبة، قوانينها، نديله فرصة ان هو مجموعة من الفرص ان هو يقدر يبقى لعيب كورة محترف، لان معظم الاكاديميات ومعظم شركات التسويق بتعتمد على انها الربح او المال، لكن احنا بنعتمد رقم واحد على الموهبة، لان انت لو معاك موهبة كويسة هتقدر توصل بيها، اولا هتفيد اللاعب وهتقدر توصله لأعلى مرحلة الاحتراف، إنه هو هيفيد نفسه، هيفيد بلده، هيفيد وطنه. ليفربول إيجيبت شركة وأكاديمية لتعليم أساسيات كرة القدم. بنستقبل اللعيبة، بنجهزها، بنعدها كويس، بنسجلها في أندية خاصة تابعة للأكاديمية والشركة. بعد كده اللعيب الكويس بنسوقه خارج مصر على الأندية العربية والخارجية والأوروبية كمان، إذا كان اللعيب وصل معانا لفورمة عالية. ده كابتن رائد، بما إن حضرتك ذكرت طبعا سوق اللعيبة وذكرت إن الأكاديمية تمتلك لاعبين بالفعل محترفين، فإحنا طبعا زي ما ذكرنا في أول حلقة إن إحنا بنجيب دايما الشقين. فعلشان كده طبعا لازم نرحب بضيفنا النهاردة، لاعب ليفربول ايجيبت، كابتن محمد عبد الله اسماعيل. اهلا وسهلا بيك. وطبعا معانا والده استاذ عبد الله اسماعيل، مشرفنا يا فندم. طبعا احنا النهارده مش بس بنحس ان الكل يقوم بممارسه الرياضه، لا، انه كمان يتخصص ويحترف فيها، وانه يعرف الشكل السليم اللي يقدر يوصل من خلاله لمكانه مرموقه. علشان كده طبعا احنا هنرجع المايك تاني لاستاذ رائد يكمل بقيه التفاصيل المهمه اللي لازم كلنا نعرفها، وخصوصا المهتمين بكره القدم. مظبوط كده؟ تمام، مظبوط. احنا الحلقه طبعا النهارده احنا عايزين نوصل رساله للناس
الرسالة إنها لازم الناس تاخد بالها كويس جدا من شركات التسويق وأكاديميات اللي هي وهمية، اللي هي بتسعى وراء ربح المال وتضيع وتدمر لعيبة، لأنها ما بيبقوش متخصصين، فبالتالي بيستقبلوا اللعيبة وتمرينات غلط، استنزاف في الأموال، وفي النهاية بيبقى الولد بيتدمر مستواه وبيكون ضحية في الآخر. فاحنا عايزين نقول لازم كل ولي أمر وكل لاعب حابب يلعب كرة قدم لازم يشوف مين صاحب الأكاديمية، هل متخصص ولا لا، ليه خبرة ولا لا، لعب فين قبل كده، ايه السي في بتاع المدرب اللي بيمرنه، عشان يقدر من خلاله يوصل اللعيب ده لمرحلة عالية. لأن احنا عندنا الضيوف اللي معانا النهاردة دول عاشوا سنوات كتيرة من كانوا الضحية للناس دي، استنزاف أموالهم عدة سنوات، وفي النهاية بيتمرن تدريبات غلط وكمان ما بيدلوش ولا فرصة للتسويق، فده بالنسبة له هيفضل يتمرن العشر سنين مش هتخطي خطوة لقدام. فعشان كده احنا يعني موجودين النهاردة في الحلقة عشان نوصل الرسالة دي للناس، لازم تبقى عارفة كويس جدا الأكاديمية أو الشركة التسويق اللي انت بتتعامل معاها، عشان هيقدم لك فرص تسويق ولا لا، هيفيدك ولا لا، هيمرنك كويس وهيقدر يطور من مستواك، وهل هو متخصص لاعب كرة في أندية يقدر يصعد بيك لمستوى أعلى ولا لا. طيب كابتن محمد، طبعا في البداية احنا حابين ان انت تعرف نفسك للجمهور اكتر وتحكي لنا بقى مسيرتك القروية بشكل عام، ومسيرتك بقى مع كابتن رائد او أكاديمية ليفربول ايجيبت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انا اسمي محمد عبد الله اسماعيل، من محافظة المنيا، مركز صمالوط، قرية تركم لحم. بدأت طبعا مع صحابي وزمايلي في البلد، وطبعا بعد ما بدأت مع أصحابك في البلد وبدأت طبعا تمارس كورة زي أي حد ما بيبدأ ينمي موهبة عنده، بعد ما بدأت وخدت القرار أو الخطوة دي، حبيت بقى تتجه إلى فين وإيه اللي قابلك؟ اشرح لنا كده الطقوس والقصة دي. حبيت إن أنا أعمل اختبارات وأقدم إن يبقى لي حلم لقدام، وإن يبقى لي طموح. فكنت يعني بقول لبابا على طول كده، فقال لي ماشي. فشوفنا واحد يعني في البلد وكده، فجابنا هنا، فلففنا عدة أندية كده، ولففنا يعني نظام دايرة وما فيش، هي لحد إن شاء الله يعني. طيب أنت بتلعب في مركز إيه؟ أنا ديفندر أو مساك. تمام. طيب انت طبعا دي القصة قبل ما تنضم الكابتن رائد. انا بس عايز اوضح حاجة يا كريم. أكيد بالنسبة لمحمد، هو طبعا لعيب كويس وموهوب جدا، ومن الناس اللي هم اهل البلد الطيبين، اللي هم يعني عايز يلعب كورة، فاي حد بيوجهه بيروح. فلما اتوجهوا غلط لناس بدأوا معاهم انهم يوديهم في اماكن بيمرنوهم، بياخدوا منهم فلوس يستنزفوهم، وطبعا كانوا ضحايا في انه ياخد منه فلوس ما يقدرش يقدم له لا يطور من مستواه ولا يقدر يفيده في حتة التسويق، يعني حتى بيمرنوا غلط وكمان ما بيسوقوش صح عشان يقدر يطلعه، فهيفضل مكانه. فده الاخطاء او الضحايا اللي هم اللي كانوا ضحايا للناس دي. فلحد لما ربنا يعني كرمهم بانهم قدروا يعرفوا فين الصح او فين الطريق او فين التوجيه الصح، وده طبعا بيبقى محتاج برضو ولي الامر والناس لازم يكون عندها وعي، انها تبقى عارفه كويس جدا مين الناس المتخصصين اللي يقدروا يروحوا لهم عشان يقدر يفيد ابنه. نرجع بقى للكابتن كريم، ايه الفرق بقى اللي شفته قبل ما تنضم لشركه ايجيبت ليفربول ايجيبت؟ ايه الفرق بقى أو شفته؟ يعني خلينا نسأل السؤال بشكل تاني، الفرق بين أكاديمية ليفربول إيجيبت وأي أكاديمية تانية؟ طبعا السؤال ده موجه ليك وموجه للأستاذ رائد كمان، بس خلينا نسمعه منك الأول. الفرق في التمرينات وفي كل حاجة، يعني
الشركة بتديك يعني فرصة انك تسافر للخارج، بتديك فرص كتيرة، لكن عكس الأندية التانية. بالمناسبة يا أستاذ كريم، هي شركة تسويق لعيبة وأكاديمية، يعني أكاديمية تعليم أساسيات كرة القدم وفي نفس الوقت تسويق. تمام، ما احنا بالنسبة لموضوع التسويق طبعا هنخش فيه، بس احنا في الأول هناخد الموضوع مرحلة مرحلة بحيث ان المشاهد يفهم كل التفاصيل براحته خالص. تمام. طيب ايه طموحك الفترة اللي جاية بقى يا محمد؟ طموحي ان شاء الله ان انا ابقى يعني احترف بره، زي ابقى زي محمد صلاح كده ان شاء الله، زي محمود تريزيجيه. يعني انا مثلا اعلى في الكرة اللي بحبه في الديفندر بوب. تمام ان شاء الله. طيب طبعا احنا برضو عايزين نسمع رأيك في الموضوع من اول ما بدأ لحد ما وصلت لكابتن رائد او اكاديمية ليفربول ايجيبت. ايه الرؤية وايه اللي واضح قدامك وايه الاختلاف وايه التطور حصل فين وامتى؟ وبالنسبة طبعا انا جيت هنا القاهرة، تعرفت على الكابتن رائد ومشكور الكابتن رائد بشير، عرفنا واتجهني للسكة الصح ووجهني للسكة الصح. طبعا مشيت انا الطرق دي كلها من الاول، كذا نادي وكذا حتة اروحها، ادفع فلوس وما يفيدونيش باي حاجة خالص، لغاية ما وجعت في الكابتن رائد بشير. طبعا الكابتن رائد بشير وجهني للصح وخدني للنادي وودى ابني سجله في النادي ومضاه مع شركة ليفربول، والحمد لله يعني ماشي بخطة ثابتة وتدريب على أعلى مستوى. ويعني يا ريت الناس اللي هي بتقع في الأخطاء دي كتيرة يعني تنصحهم بإيه بقى؟ أنصحهم إن هم في الخير ويتوجهوا مثلا للموقف الراجل اللي هيوجههم صح في المكان الصح. فالكابتن رائد طبعا مشي بخطة ثابتة ووداني، وكل الكلام ما فيش عليه اتنين، يعني الكلام واحد كله، وداني وقال لي هعمل معاك الصح، وفعلا لقيت كل حاجة قدام على الطبيعة. طيب تتمنى ابنك يكون زي مين من اللعيبة الكبيرة؟ والله أنا التوفيق من عند ربنا إن شاء الله، وكل حاجة بإرادته هو، وإحنا طبعا ربنا أولا ثم الكابتن رائد وشركة العظيمة. ربنا يخليك يا اللي ربنا يجعلها سبب للعيبة كلها والناس البسطاء كلهم بفضل الكابتن رائد. طبعا ربنا وانا سبب الكابتن بفضل رائد. ربنا. واتمنى ان ابني يعني يكون زي الناس دي، زي محمد صلاح، زي احلامه هو. طب انت اهلاوي ولا زملكاوي بقى؟ لا في الحته دي انا بشجع الكره الحلوه بس اهلاوي اكتر يعني. بالنسبه للكابتن رائد زملكاوي يعني. لا احنا بسمع، انا بسال السؤال ده عشان كده. انا بس عايز اقول يا استاذ كريم ان الحاج عبد الله من الناس الطيبين جدا اللي بيصحوا مع اولادهم وبيديله كل الدعم الحقيقه. يعني انا ما شفتش اب عنده استعداد يعمل اي حاجه في الدنيا في سبيل ان هو يبقى دافع لابنه ويقدر يساعده، فده شيء كويس جدا. بس احنا نرجع تاني ونقول، وده سبب حلقتنا النهارده، ان لازم يا جماعه نسعى بهدف وبوعي، ولازم عارفين كويس جدا انت بتسعى في ايه، عشان انت ممكن تقطع مشوار شوط كبير جدا وفي الاخر تبقى انت ما عملتش اي حاجه في حياتك، هترجع للصفر تاني وتبقى خسرت كل حاجه. فلازم نفكر صح، ولازم اي شركه تسويق او اي اكاديميه او اي نادي، وبالمناسبه احنا اكاديميه وشركه تسويق وبنمتلك انديه، يعني انديه تخضع لقراراتنا احنا في تسجيل اللاعبين، في بعض البنود يعني في تسجيل اللاعبين. يعني احنا اللعيبه اللي بتجينا في الاكاديميه اللي بيظهر بمستوى كويس عندنا في اكاديميه ليفربول، شركة التسويق بتاعت ليفربول بتسوقه، بتسجله في الأندية اللي احنا اللي خاضع علينا بقراراتنا احنا، بنسجله نديله فرصة موسم كامل يلعب، بعد تجهيز وتأهيله يلعب سنة كاملة، سجل دوري اتحاد كورة مع ليفربول ايجيبت ويلعب دوري، وبعد انتهاء الدوري
حاجه من الاثنين، لما بيتسوق على الانديه المصريه اللي لعب ضدها في الدوري اهلي وزمالك وكل الانديه حتى اللي مش لعبها في الدوري في مجموعته هيلعبها ودي، اللي هيظهر مستوى كويس معانا خلال الموسم ده لا اما نسوقه على الانديه المصريه او العربيه او الخليجيه او يسافر على حساب الشركه اي دوله اوروبيه، في حاله ما بنقدم له الفرصه انه نسجله في نادي ويلعب دوري كامل في نهايه الموسم، لو ظهر بمستوى جيد وكويس جدا بعد ما نجهزه ونأهله ونديله مساحه كافيه عنده ثلاث حلول، انه يلعب في نادي كويس في مصر من خلالنا من خلال شركتنا اللي هي ليفربول ايجيبت، لا اما نسوقه على الانديه المصريه، لا اما يلعب في الدول العربيه او الخليجيه او يسافر على حساب الشركه تعمل له فتره معايشه في اسبانيا بشرط ان يكون لعيب مميز جدا جدا جدا. طيب هو احنا بما ان طبعا موضوع حلقتنا النهارده اللي هو تسويق اللاعبين بطريقه احترافيه، في طبعا ناس كتير ما تعرفش يعني ايه اسوق اللاعب بتاعي، طبعا مش المسوقين ولا الانديه، لكن اللي هو مثلا يمتلك موهبه مش عارف ايه الطريقه اللي يسوق بيها نفسه او يبدا بنفسه من خلالها، فعايزين برضو نشرح مصطلح تسويق اللعيبه تمام اكتر للجمهور. هو طبعا تسويق اللعيبه ودي النقطه الاهم، يعني انت الاعداد طبعا والتجهيز ده الاهم وده اللي بيحصل عندنا في الاكاديميه، التسويق بقى اللي هو انك بعد ما عديته كويس وجهزته خلاص انت بقى محتاج انك تسوقه على الانديه المصريه او العربيه، بتسوقه ازاي؟ طريقه التسويق لازم تكون بروفيشنال، يعني انك تعمل له مباراه وديه على الانديه، لان في لعيب كوره ممكن توديه يبقى كويس وكل حاجه، تجيبه على النادي توديه نادي الزمالك مثلا تقول له شوفه، هتوديه مره واثنين وثلاثه، اللعيب هيبقى مخضوض، مش معقول هتجيبه مثلا من قريه او نجعه او عزبه وهتقول له العب في نادي الزمالك واول مره اشوفه. نادي الزمالك معروف طبعا نادي كبير وحلم لاي حد اكيد يعني. بالظبط، فهيتخض فاول تمرينه هيبقى مش شايف، ثاني تمرينه هيبقى مخضوض، ثالث تمرينه هيبقى لسه بيركز، طبعا في ناس كتير جدا مش هتستنى عليك يعني مش هتصبر، وانا برضو يعني في ناس الى حد ما انا بعذرها لان هو مدرب وهيبقى ليه عايز يعني في الوقت بيحكمه، فبالتالي بيحكم على اللعيب بسرعه وبالتالي اللعيب بيتظلم. الطريقه البروفيشنال الاحترافيه للتسويق اللي هي ايه؟ يعني كالاتي، لما اللعيب بيبقى موجود عندي انا جهزته، بعد ما بجهزه مش هيبقى هو الجاهزيه اللي هي بنسبه اللي هي الجاهزيه الكامله يعني بالظبط، انا لما بديله بسجله عندي في الانديه الخاضعه لشركه ليفربول ايجيبت، في الحاله دي انت بتديله فرصه انه يلعب اهلي وزمالك وكل الفرق بارتياحيه، فهيقدر يخرج مستواه الطبيعي والمستوى اللي عنده كله، في الحاله دي بتقدر تديله فرصه كامله نهايه الموسم بيكون لاعب ودي ورسمي، تبقى انت اديته الفرصه الكافيه، فبالتالي ده التسويق البروفيشنال الاحترافي زي ما بنقول. لكن في بعض من الناس وفي معظم الناس بتسوق اللعيبه يعني بيمرنهم في اماكن هو فاكر ان هو اللعيب مثلا يعني هينزل هتنزل طياره من السماء تاخده تقول ده لعيب كويس يلا نسفره، اكيد لا، لازم في خطه في التسويق، فالتسويق يا جماعه لازم يكون في بنود، يعني احنا مثلا كاكاديميه ليفربول ايجيبت ليه عملنا اكاديميه ودمجناها بالشركه؟ عشان نجيب اللعيب احنا بنجهزه ونمرنه ونطور من مستواه ونخليه عنده وعي وفكر كروي، وبعد كده نبتدي نسجله في النادي، يعني كل اللي بيجي بيتسجل يعني لازم يتسجل يلعب دوري، يعني كمان اللي هو المضمون انه بندي او الاكاديميه بتدي فرص لظهور اللعيبه في انديه وانديه كبيره كمان. بالظبط. طيب كابتن محمد، طيب ايه الخطه القادمه بقى للشركه؟ الخطه القادمه ان شاء الله بالنسبه للشركه، احنا بنعمل يعني في اكتر من امير سعودي و واكتر من شيوخ الامارات، احنا بالمناسبه لينا فروع كتير في الشركه، لينا في المغرب ولينا في الامارات،
عايز اقول ان احنا اللي ماسكين فرع الامارات كابتن محمد سلامة وكابتن شماعة عبد العزيز بطلة مصر، وهي اللي ماسكة منتخب الامارات لتنس الطاولة النسائي. دول ماسكين فرع الامارات، ومن خلالهم قعدنا مع شيوخ ورجال اعمال عشان بنتوسع في الفروع للأكاديمية في عدة دول عربية وأجنبية، وفي نفس الوقت هنعمل مجمع رياضي خاص بأكاديمية وشركة ليفربول إيجيبت، زي يعني هيتم فيه من خلاله استقبال معسكرات ومعسكرات مغلقة، هتبقى عبارة عن مدينة رياضية أو مجمع أولمبي متكامل إن شاء الله. دي الخطة اللي جاية بالنسبة للشركة والأكاديمية، ولكن إحنا في أكتر من عرض، في أكتر من رجل أعمال قعدنا معاهم، وإحنا بنفاضل ما بين أفضل العروض عشان يكون شريك معنا في الأكاديمية، لأن طبعا هنتوسع بفروع كتير جدا في الفترة اللي جاية في عدة دول. وطبعا المجمع الرياضي ده هيكون حدث عالمي هتحضروا بالمناسبة. يعني إحنا كنا اتكلمنا مع الشيخة حياة الخليفة والشيخة نعيمة، يعني ان شاء الله هيكونوا هيشرفونا في الحضور الافتتاح الحدث العالمي اللي هيكون فيه، يعني هيكون حدث هتتكلم عنه الوطن العربي كله ان شاء الله، يكون عن قريب باذن الله. طبعا واحنا هنكون حاضرين معاك كابتن محمد. بقى عايزين اول حاجه، عايز اسالك سؤال كده، جبت كام جول السنه دي؟ انا السنه دي لسه مش مسميها لسه. لا طب السنه اللي فاتت؟ لا هو قصده فتره الاعداد يعني، او مباراه الوديه. هو بيلعب ديفندر ولا ما عدتش ولا ايه؟ جولين. ما انت عشان طبعا ديفندر، بس حلو جولين كديفندر كان في المركز ده طبعا حاجه جميله جدا، لان هو دوره طبعا بيميل للشكل الدفاعي اكتر من الهجومي. طيب كابتن محمد بقى عايزين جمله كده هتعبر فيها عن احلامك وطموحك الجايه كمان، وتنصح بيها الجمهور او اللي عنده نفس الموهبه اللي انت بتمارسها اللي هي طبعا رياضه كره القدم، يتجه الى فين؟ يعني انا بقول كل اللي يعني اللعيبه اللي زيي ما توقعش في الفخ اللي انا وقعت فيه، فبقول لهم يعني اللي اما تروح لحد وعايز تلعب كوره قول له يعني في واحد بيقول لك بيديك سمكه وبيقول لك خد سمكه، طب ما تعلمني كيف اصطاد السمكه علشان فيما بعد، لكن انا السمكه خدتها اكلها صحيح. وبعد كده لكن علمني ان انا مثلا يعني زي الكوره، علمني ان انا في فرصه التسويق لعيبه، ما اديني في الشركه زي الناس، لكن ما توقعنيش صح اللي هو في المضمون حط السبوت عليك او ظهرك اكتر للجمهور الكابتن رائد طبعا. طيب طبعا احنا كنتوا بصراحه منورينا جدا كابتن محمد عبد الله اسماعيل واستاذ محمد اسماعيل والده، طبعا انتوا نورتونا النهارده جدا، وطبعا كابتن رائد منورنا، بس كابتن رائد مكمل معانا وهيكون معانا لعيب كمان بعد الفاصل، استنونا. ورجعنا لكم بعد الفاصل ولسه مكملين، ومعانا كابتن رائد بشير، اهلا بحضرتك، ومعانا كابتن محمد وكابتن كريم. اهلا وسهلا، اهلا بيكم. عايزين بقى نعرف من كابتن كريم، عرفنا بقى عن نفسك اكتر وايه الخطوات اللي اخدتها لحد ما وصلت لكابتن رائد. طبعا انا برضو رحت نوادي يعني مع محمد برضو نفسي. هو انتوا الاثنين كنتوا مع بعض؟ ما احنا اولاد عم. فنفسي كان نفس الموضوع، كنا برضو بنلف على نوادي وبندفع فلوس، ونفس المرحلة يعني عدناها مع يعني بعضين. يعني انتوا عشتوا نفس المراحل مع بعض سوا؟ نفس المراحل مع بعضين. تمام. طب برضو هو قال ان هو انت بتلعب ديفندر صح؟ وكابتن كريم بلعب بكريات وبكليف باليمين والشمال؟ ده انت جوكر بقى. تمام اتفضل كمل بقى القصة بتاعت مسيرة حياتك من أول ما بدأت بقى في ممارسة رياضة كرة القدم. تمام، فروحنا كذا نادي وكده، وكنا برضو بنتمرن، بس كان حاجات يعني ملهاش أي لازمة على الإطلاق.
طب بص اشرح لنا اكتر ازاي ملهاش اي لازمة، يعني هل بيبقى في تمرين او تدريب ولا هو اصلا يعني انت بتيجي بيحطك في ماتشات وتلعب وشكرا على كده؟ هو فعلا هو ده اللي كان بيحصل، كنا بننزل يعني اصلا مفيش اي تدريب. تمرين اي كلام يعني عادي، بننزل التمرين بنتمرن بس هو مفيش يعني اي حاجة، وحتى يعني كان اغلبية النوادي ما كانش بيبقى فيها ادوات. ادوات؟ يعني كمان ما كانش فيها ادوات لان احنا نتمرن وكده. فطبعا قعدنا المسيره دي شويه اكتر فيئسنا، يعني احنا بعد ما خدنا المرحله دي قعدتوا فيها قد ايه بقى؟ يعني تقريبا من 2016 2015 صح؟ 2015 2016 ويعني تقريبا كام سنه لحد ما وصلتوا لاكاديميه ليفربول ايجيبت؟ ثلاث سنين لعبناهم. طب ازاي قدرت توصل بقى لاكاديميه ليفربول ايجيبت؟ طبعا احنا كنا بنلعب في النوادي، النوادي اللي هي بتاعتنا برضو البسيطه، فكابتن رائد طبعا اكتشفنا واحنا بنلعب وكده، فقال ان احنا عايزين ناخدكم نقدم لكم في الاكاديميه بتاعت اللي هي ليفربول ايجيبت دي، فقلنا له ماشي مش مشكله. فروحنا طبعا نقدم لنا والحمد لله يعني كل حاجه ماشيه تمام، وكابتن رائد طبعا المثل الاعلى بتاعنا الحمد لله يعني، والدنيا كلها ماشيه فل، هو انت وكل حاجة. كابتن رائد انت مش جايب لنا مهاجم او سترايكر او حاجه؟ انت زعلان من ساعه ماتش الزمالك؟ انا لا اوعدك يا كريم الحلقه اللي جايه انت جايب لنا النهارده خط الضهر كلهم مهاجمين. انا بس بصلح الدفاع عندنا بتاع نادي الزمالك. تمام. طيب برضو كابتن رائد الاول يعني احكي لنا كده تجربه كابتن كريم مع حضرتك. هو طبعا كريم يبقى ابن عم محمد، تمام، الاثنين ولاد عم واللي حياتهم يعني مسيره واحده ومشوار واحد وتحركوا تحركات واحده كلهم. فلما جولي عندي الاكاديميه حياتكم ماشيه ازاي، حكولي على المشوار بتاعهم، فطبعا انت لازم يكون لعيب الكوره لازم في البدايه تعرف ايه عيوبه ايه مميزاته ايه مشكلته. طبعا المخاطر والمشاكل اللي قابلتهم، مفيش شغل تخصصي، مفيش شغل خططي، مفيش ادوات زي ما كريم قال، يعني مفيش كوره بقى، ده احنا بنلعب في الشارع، يعني في انديه زيها زي الشارع. وفي نقطه مهمه انه مفيش احترافيه، ده هيبقى عامل مؤثر كبير قوي في الاصابات. بالظبط، وده اللي بيحصل فعلا. طب حضرتك اللي عايز بقى، اكيد في شباب كتير بتشوفنا وحابه ان هي توصل للشركه والاكاديميه، ايه الخطوات اللي المفروض تعملها؟ هو انا طبعا انا بس يعني في نقطه عايز اوضحها مهمه جدا. اتفضل. اللي خلاني انا بتعامل بطريقه بروفيشنال، يعني انا تسويقي كله للعيبه الدوري الممتاز ولعيبه الفريق الاول على اسبانيا، لان احنا متعاقدين مع انديه في اسبانيا وفرنسا ودول خليجيه، فالتعامل كله على اللعيبه اللي هي بتلعب منتخبات شباب، منتخبات ناشئين، على اللعيبه اللي بتلعب في اهلي زمالك، انديه منصوره اسماعيلي طنطا، اللي هي اللعيبه المتاسسه. لكن انا اللي خلاني انا شركتي كانت شركه ليفربول ايجيبت من غير اكاديميه، اللي خلاني اعمل اكاديميه وعشان تاسس اللاعبين المشاكل اللي بتقابلنا دي، غير اني الاكاديميه بالنسبه لي يعتبر خدمات انا بقدمها للناس اللي جايه من الحوادث، يعني اللي بيلعب كره زي كده دول يا عيني جايين اكنه خارج من حادثه. ليه؟ لانه يعني انا في اسبانيا عندي بياخدوا اللعيب لما اقول له في لعيب 19 سنه ولا لعيب 16 سنه، لو 16 سنه موهبته 50% واللي 19 سنه 70% ياخد 16 سنه الصغير اللي ليه؟ لان التعليم في الصغر كان نقش على الحجر. صح. فهياخده هيطوره هيعلم منه، وبعدين في لعيب موهوب وفي لعيب مصنوع. اللعيب الموهوب تمام لو ما اجتهدش مش هيبقى لعيب اصلا، اللعيب بقى المجتهد اللي انت بتصنعه يعني انت بتعلمه الاساسيات الصح بتاعت الكوره. فطبعا لما يعني فاحنا شغلنا كله كشركه وبحكم ان انا يعني حد احترفت بره في دول عربيه كتير، كان شغل كله اني التعامل مع الانديه الخليجيه والعربيه والاجنبيه. فكنا بنسفر اللعيبه بتوع الفيرست تيم فريق اول على الانديه، يعني تعاقدات واحترافات واحتراف خارجي لفوق السن. لكن اللي خلاني اعمل اكاديميه عشان اسس فيها واعلم واطور وانمي ويبقى في وعي عشان تعد لاعب كره قدم يقدر فيما بعد يبقى عنده اساسيات ويقدر يلعب في نادي وهو واقف على رجليه كويس، وتقدر يسافر بره
على اي دوله كان لازم تعده كويس، لكن الشركه فقط بتاخد اللعيب الكويس تسوقه. طب انت هيجي لك عامل حادثه زي الضحايا دي هتعمل معاها ايه؟ لازم تعده كويس، فترات اعداد، وتقول له انسى اللي فات ده اللي انت اتعلمته. اللي هو الاعداد النفسي طبعا قبل اللياقه وقبل البدني. صحيح. هو بيبقى اهم حاجه طبعا ده المبني عليه، عشان كده احنا في الاول قلنا صحه من ضمنها رياضه. صحيح. لان هو الاعداد النفسي اللي هو الصحه، فطبعا بعد كده ابدا بالرياضه. هما هي كلها حلقه وصل، في الاول وفي الاخر بتبقى مترابطه ببعض. طيب كابتن كريم، جبت جوال السنه دي ولا زي كابتن محمد؟ او الموسم اللي فات بقى يعني مش مهاجم برضه يعني، ما جابش جوال. طب عادي، انا كنت بلعب حارس مرمى وبجيب اجوال، ما فيش حاجه يعني. بس في نفسي. طب مين دايما كان بيشجعك؟ لعبت في وقف، كان ماتش ودي وكده. فجبت جون والحمد لله. طب الحمد لله. على فكره كون ان انتوا بتلعبوا في خط الظهر وبتجيبوا جوال، يعني معنى كده انه مش بس انتوا مجتهدين، لا ده انتوا كمان عندكم الموهبه، لان اللي هيجي من ورا المشوار ده كله يروح يحط جول، ده طبعا عنده ساعه قدر من ال يبقى عنتر. ايه؟ ده يبقى عنتر اللي يجي من اخر الدنيا ده، مدافع ولا باك، عشان يجيب جول. ف طبعا هو اكتر واحد بيبقى بقى يا عيني واقف ورا وتعبان بقى من الهجمات اللي بتيجي عليه، وكمان بيطلع يساند زمايله قدام، فالقصه دي بتبقى مهلكه، قصه انك تجري الملعب كله وترجع. هذا جدا. وكمان ضغط اعصابي يعني، تقريبا انتوا بتبقوا خايفين ترتد كره في ظهركم، فاللي هو الحق واجري والقصص دي كلها. طيب انت بقى شايف في الجاي هتقدر تعمل ايه مع كابتن رائد؟ ان شاء الله هقدر اوصل مع كابتن رائد، وهعمل كل اللي نفسي فيه، وهحقق كل احلامي ان شاء الله باذن الله. طب نفسك تبقى زي مين من اللعيبه؟ انا بحب محمود تريزيجيه، بس مش عشان اهلا والله، بس انا بحب. بص خلي بالك، هم عينهم على الاحتراف بره. ايوه. يعني قال كابتن محمد صلاح، وهنا قال كابتن محمود تريزيجيه. صحيح. فخلي بالك بقى، مش هنوصيك. لا طبعا، انا عايز اقول لك يا استاذ كريم، انا طبعا يعني ما كملتش في النقطة اللي فاتت. احنا ليه عملنا الأكاديمية؟ عشان نأسس صح ونقدر يعني، انا دول اتمرنوا كويس، بدأنا معهم فترة إعداد، سجلناهم في نادي خاص بالأندية، وده الدور الثابت اللي احنا ماشيين عليه، اللي هو التسويق الاحترافي، اللي هو انك اللعيب احنا بنستقبل أي لعيب يجي لنا، بنعده كويس، نجهزه من خلال الأكاديمية بتاعتنا، بعدين بيلتحق لشركة التسويق، شركة التسويق بتسجله في نادي من ضمن الأندية الخاضعة للشركة، بيلعب دوري اتحاد الكرة المصري، وبنطور من مستواه وننمي من مستواه. هم خلاص كده دلوقتي قدامهم حل من الاثنين، لا إما هم يعني بيستوعبوا وبيتمرنوا كويس، وهم لعيبة عندهم الموهبة، كان ناقصهم بس الوعي والتوجيه. فالفترة اللي جاية إن شاء الله يعني لسه الدوري بتاعهم هيبتدي الأسبوع الجاي، قدامهم إحنا قدمنا لهم كل فرص التسويق والتجهيز، الباقي على ربنا ثم عليهم. في حاجتين قدامه حل من الاتنين، لا إما يظهر بمستوى كويس يخليني أنا أخده كشركة تسويق لعيبة، أسجله في أندية أندية القمة هنا في مصر، أو أندية عربية أو خليجية من خلال الفروع الشركة بتاعتنا خارج مصر، أو إن أسفره على حساب الشركة بتاعتنا خارج مصر. بس ده امتى؟ بعد ما يلعب معانا ونجهزه ونشوفه قدام عيوننا، ساعتها بقى هو اللي هيخلينا احنا نقول اللعيب ده مميز، نوديه فين او نسوقه على فين بالظبط، او يلعب خارج مصر ولا داخل مصر. بعد ما نقدم له كل فرص التجهيزات والتأهيل، وانه هتدي له فرصة، يعني احنا مفيش اللي بنعمله ده على فكرة مفيش حد في مصر بيعمله، ولا حتى في الدول العربيه. انت بيجي لك اللعيب كويس بياخده، وحش بيمشيه. احنا ما بنعملش كده، احنا بنستلم جميع اللاعبين من خلال اكاديميه ليفربول ايجيبت والشركه، بتبتدوا بقى معاهم خطوه بخطوه من البدايه، يعني من البدايه خالص يعني. حتى لو هو وحش احنا ما بنقولوش امشي، لا بنبتدي معاه بنطور، لان في لعيب كوره ممكن يبقى زي مثلا كابتن محمد زيدان، ده مثل يعني زي محمد صلاح. بلاش، خلينا في محمد صلاح قريب جدا. أندية كتير جدا في مصر يعني رفضت انها تتعاقد مع محمد صلاح وهو في المقاولين. محمد صلاح دلوقتي فين؟ مكسر الدنيا. ده اكبر دليل على ايه؟ ان احنا حتى الأندية
عندنا في مصر ما عندهاش الوعي ولا الثقافه ولا الاحترافيه في التعامل. فبالتالي وده اللي خلاني يعني النماذج دي اللي خلتني انا اصمم البرنامج المنظومه بتاعتنا دي من خلال ان انا اعمل فرع في المغرب وفرع في الامارات وعده فروع في دول العربيه وفي اسبانيا طبعا. يعني ده كان اكبر دافع لحضرتك؟ بالظبط من العوامل اللي خلتني اعمل الخطه دي ان انا اكاديميه ليفربول ايجيبت استقبل جميع اللاعبين امرنها اعدها اجهزها اسجلها في حتى لو ما اتطورش معايا هسجله برده في نادي من ضمن الانديه الخاضعه للشركه بتلعب دوري. يعني ليفربول ايجيبت بيلعب دوري راعي النادي بيلعب دوري اتحاد الكوره بيتسجل ويلعب الدوري وبعد ما يلعب الدوري يبقى انت بقى انا بديك فرصه انك تفرض نفسك على كل الانديه وريني اذا كنت لعيب كويس ولا لا بعد ما اهلتك. لو كويس بعد كل الفرص دي انا هسفرها على حساب شركتي اسبانيا تمام او يلعب في دوري الخليج العربي او يروح انديه قمه هنا. يبقى انا كشركه تسويق عملت كل الفرص اللي مفيش حد بيقدمها تمام. ده ال كابتن محمد زيدان وكابتن محمد صلاح دول اللي خلوني اكبر نموذج واكبر مواقف خلتني اعمل المنظومه دي اللي هي ان انا اخد اللعيب واطوره واسجله في نادي ويلعب دوري وبعدين لو ظهر بمستوى كويس ابتدي بقى اوديه المكان او النادي اللي هيظهر فيه على حسب المستوى بتاعه. ليه بقى كابتن محمد زيدان وكابتن محمد صلاح؟ كابتن محمد زيدان قبل كده طبعا نجم منتخب مصر كابتن محمد زيدان وتاريخ في الاحتراف. قبل كده الانديه المصريه وهو صغير طبعا قبل ما يبقى محمد زيدان، بعد ما بقى محمد زيدان بقى كله يقول لك لا ده نجم مصر ونجم العالم، لكن قبل ما يبقى محمد زيدان كله قال لك مش عايزين ده صغير ده قصير، وانا دايما بكرر الكلام ده. فما سمعش ليهم وابتدى ياخد طريق تاني وابتدى يسافر الدنمارك وبقى كابتن محمد زيدان. فعشان كده الناس ما بتديش فرص لا فرص ولا تأسيس كويس. يعني هو في مثلا مواصفات معينة لحد عايز يحترف لعبة كرة القدم ولا ما فيش مواصفات معينة هي موهبة بس؟ لا هو بصي هو يعني أكيد في مواصفات بس المواصفات دي أنت ممكن ما تكتشفهاش في البداية. يعني أنا لو جالي لعيب ممكن هو يكون ضعيف محتاج تقويات بس هو لعيب كويس، انا لو خليته لو اديته اللي ناقصه هيبقى لعيب ينفع ان هو يبقى لعيب احترافي، يعني ينفع يبقى لعيب محترف. فدي لكن طبعا يعني في لعيبه انت اللي لازم تظهر عندها الموهبه وفي لعيبه لعيب موهوب خلاص. طب لعيب عنده موهبه بس هو مش عارف يخرجها زي اللعيبه دي يعني كريم ومحمد، لعيبه مميزين جدا وكويسين جدا. وبالمناسبه انا بجهز لهم لفتره معايشه في اسبانيا في الصيف اللي جاي بعد انتهاء الموسم ده لان هم لعيبه كويسه ويستاهلوا، بس هم اللي هيقدروا يخلوني انا اسفرهم اسبانيا او يتسوقوا على انديه خليجيه وعربيه على حسب كفاءته ومستواه بعد ما انا قدمت له كل حاجه تمام. فالموهبه هنا ممكن ما تقدرش تحكم عليها من الاول، لازم تدي له فرصه ومساحه انه مزيد. يلعب عشان تقدر بعد كده يظهر اللي جواه ومن خلال يظهر اللي عنده تقدر بقى تقيم ده ينفع يبقى لعيب محترف ولا يبقى لعيب محلي. يعني كابتن رائد بالشكل العام قصده يقول انه انت في الطبيعي طول ما انت ماشي في الطريق. على فكرة الكلام دوت مش مقتصر بس على الرياضة او على كرة القدم، هو الفكرة انه انت لازم زي ما قال في الكلام لازم يساعدني، قال لك لازم اللاعب يساعدني يجتهد. فطبعا هنرجع ونلف عنده نقطة واحدة ألا وهي ابدأ بنفسك، لازم انت اللي تاخد القرار وتبدأ بنفسك علشان تقدر تلاقي ناس زي كابتن رائد وزي أكاديمية إيجيبت أو ليفربول إيجيبت تساعدك. فطبعا احنا من هنا بنقول لكل واحد نفسه يبقى لعيب كرة قدم محترف وياخد الفرصة الكويسة اللي ما تضيعلوش وقت كبير، لانه خلوا بالكم او خلوا بالنا معاكم انه الفتره العمريه او السنيه دي مهمه جدا، لانه ال 16 سنه افضل من 19 سنه، لانه التعليم في الصغر كالنقش على الحجر طبعا. فاحنا النهارده استمتعنا جدا بحلقه جميله جدا وحلقه كلها دسمه ومليئه بفقره رياضيه كبيره جدا
مع كابتن رائد بشير لاعب منتخب مصر والزمالك والترسانة السابق، وطبعا مع الكباتن بتوعنا كابتن محمد وكابتن كريم. بنشكركم جدا على وجودكم النهاردة، وبنتمنى لكم تجيبوا جوال بقى المرة الجاية. وطبعا حابب أشكر زميلتي فاطمة الشورى، واستنونا في حلقة جديدة، نشوفكم على خير.